حين يجتمع أهم المتحدثين لأهم قطاعات الاقتصاد في الدولة مع ممثلي القطاع الخاص، يصبح صناع القرار هو الحدث الأكبر لطرح ومناقشة أهم القرارات والتحديات التي تواجهها الأسواق المصرية للعام الحالي. يواصل صناع القرار جولاته بالقطاع العقاري الأربعاء 29 نوفمبر بفندق سان ريجس. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا على الإنترنت decision-makers.org أو اتصل على رقم 011-22-54-48.